مراسلي قناة زاغروز، ونبدأها من أربيل عاصمة إقليم كردستان. ومعنا مراسلنا مصطفى سلمان، ويحدثنا عن افتتاح المبنى الجديد لمديرية الإقامة والجوازات وتطورات أخرى. نعم مصطفى، مساء الخير. نعم مساء الخير إبراهيم. مساء الخير إبراهيم. اليوم قام وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان بافتتاح المبنى الكبير لمقر دائرة الإقامة والجوازات في أربيل. هذا المبنى قد جهز بأحدث الأجهزة التي تسهل عملية إنجاز المعاملات وإنهاء عملية الروتين الذي يجري في عموم الدوائر الحكومية. يبدو أن هناك توجه في حكومة إقليم كردستان لإلغاء أي روتين قد يعطل سير المعاملات، وبحسب ما قاله وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان السيد ريبر أحمد اليوم، قال إن الإجراءات وهذا الافتتاح يأتي ضمن خطة وضعتها حكومة إقليم كردستان لتسهيل عمل الدوائر في عمل الدوائر الحكومية، وأيضا تأتي ضمن عملية الإصلاح التي تقوم بها حكومة الإقليم والتي ربما ستمتد لأكثر من عام كامل. هذا على صعيد يعني مقر دائرة الإقامة والجوازات الجديد. تجدر الإشارة إلى أن هذا المقر لا يشمل المقيمين العراقيين من السكان العراق، وإنما يشمل العراقيين المقيمين في إقليم كردستان والمتزوجين من الأجانب، وأيضا الأجانب المقيمين في إقليم كردستان. هذا يعني سيسهل المقر الإقامة الجديد، سيسهل عملية التنسيق مع المحامين وأيضا الشركات الخاصة بالإقامة.